اختتمت في عمان فعاليات مؤتمر عمل الشرقي حول التعليم الكاثوليكي في الشرق الأوسط ومستقبل الشباب في المنطقة، الذي استضافته كلية تيرا سانتا بالتعاون مع السفارة الفرنسية. وألقى سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن كلمة أكد فيها أهمية انعقاد هذا المؤتمر لبحث عدد من الموضوعات التي تعيشها مدارس المنطقة، مشيرا إلى أن التعليم يشكل دائما جزءا هاما من مهمات الكنيسة، وأن الموضوعات التي طرحها المؤتمر كانت بالغة الأهمية. من جانبها أوضحت وزيرة الثقافة هيفاء النجار أن المدارس المسيحية في الأردن اعتبرت في رسالتها التربوية أن الجميع في المملكة مواطنين صالحين، وهذه المواطنة الصالحة هي نتيجة وجود قيادة أردنية هاشمية آمنت بأهمية دعم الوجود المسيحي في كل العالم العربي. هذا وشاركت في المؤتمر الذي يهدف إلى مساعدة ودعم المسيحيين والمدارس الكاثوليكية في الشرق الأوسط وفوداً من لبنان والعراق وسوريا ومصر وفلسطين بالإضافة إلى الأردن. ناقشوا على مدى يومين بحضور شخصيات دينية ورسمية عدداً من التحديات التي تواجهها العملية التربوية في المنطقة. سعدنا في هالسنة في هالأيام أن نستقبل هذه المؤسسة الكاثوليكية التي تسمى أعمال الشرق أو إيفر دوريون في تيرا سانتا، ونحن بنحتفل في اليوبيل الماسي للكلية 75 سنة من وجودنا كمؤسسة تربوية تعليمية في عمان الأردن. نحن سعداء في استقبال هالمؤسسة الكاثوليكية التي تعنى في مساعدة المدارس الكاثوليكية والمسيحية أيضا في بلدان شرقنا العزيز، واستقبال كل الوفود القادمة من دول الشرق الأوسط، لبنان، العراق، سوريا، فلسطين، مصر، من أجل الوقوف عند رسالتنا التعليمية وأهميتها ودراسة منسميها التحديات والصعوبات اللي نحن منواجهها اليوم، لحتى نطلع في خلاصات بتدعم وبتساعد أكثر عملنا التعليمي والتربوي اللي بيصب في مصلحة الطالب اللي نحن بنعتبره هو محور ومركز عملنا أو رسالتنا التعليمية في مؤسساتنا في مدارسنا الكاثوليكية في كل بلدان الشرق الأوسط العزيز الغالي علينا. نتمنى التوفيق للجميع ودوام النجاح لمدارسنا المسيحية الكاثوليكية التي تستقبل الجميع من غير تمييز، وتقدم الخدمة اللائقة في رسالتها اللي بتشهد عن محبة الله تعالى للجميع في روحانياتها المختلفة والغنية. التوفيق للجميع، وكل سنة وأنتم سالمين وشرقنا العزيز في سلام وأمان. حقيقة هالمؤتمر مكثف كان وله فايدة كبيرة تنفتش عن أسباب هجرة الشباب المسيحي من الشرق الأوسط، وشو الطريقة يلي لازم نعملها حتى نخفف من هالهجرة هيدي ونعطي شبابنا أمل وتلاميذنا أمل بالبقاء ببلدهم. بدنا نشدد على دور العائلة والمدرسة في تعزيز ثقافة المواطنة عند تلاميذنا، وثانياً بدنا نحط يعني نوع من الرجاء بقلبهم أنه هن بنات مستقبل هالوطن، إن كان بلبنان أو بالأردن أو بسوريا أو بفلسطين. هن إذا هاجروا وتركوا هالأرض ما في عنا مستقبل لشبيبتنا. بالتالي نحن عم نحكي فيه هلأ أنه نفكر سوا شو منقدر نعمل لحتى نزرع الرجاء بنفوس هالطلاب بمدارسنا الكاثوليكية. المؤتمر عم يطرح معضلة عم بيعيشها كل العالم العربي نتيجة هجرة الشباب إلى الخارج. لذلك السؤال المطروح هو كيف ممكن للمدارس بشكل عام ومدارسنا الكاثوليكية بشكل خاص تساهم بإبقاء الشبيبة بأرضها وخلق هذه اللحمة في قلب الشبيبة بأرضهم، حتى إذا ما اضطروا إلى الهجرة
يعودون بأقرب فرصة أو يساهمون في دعم الاقتصاد المحلي. كتير أساسي هالعمل اللي عم بينعمل إضاءة على مخاوف كتيرة بحياة الطالب، ولكن بنفس الوقت نحن بحاجة نربيه على المواطنة، نربيه على الأخلاق، مش بس المستوى العلمي يكون هو الهدف بحياته. من هون بهاللقاء التقينا من كل المدارس بالشرق من عدة بلدان، هذا الشيء بخلينا نشوف أنه في اختلاف بالآراء، في اختلاف بالمخاوف، ولكن الهاجس واحد، أنه كلنا نحن معرضين بهالشرق أنه نوعا ما نخسر العصب المسيحي والعصب اللي هو موجود بقلب هالبلدان. من هون بنشكر كل الأشخاص اللي نظموا هالمؤتمر، بنشكر الأشخاص اللي استضافوا، بنشكر نور ساتي اللي عم بتضوي كمان على هيدا المؤتمر، وإن شاء الله من خلال هالمؤتمر يكون في خلاصات إيجابية نقدر نحن نتعامل مع طلابنا، مع أحبائنا، مع أهلنا، لأنه كمان الأهل بيلعبوا دور كتير أساسي ومهم. مخاوف الأهل بتنعكس سلبية على الطالب، هيك الطالب بيصير خيفان على مستقبله، على نجاحه إذا قادر يستمر. من هون بيكون في خوف أنه يترك بلده لأنه مش قادر يستمر ببلده يلي هو الأساس بحياته المستقبلية.